خرج المعدل بدني معناها خلينا كينشي مدرب الحراس والباقي الكل خرجناه الإطار الكل. وقع الاختيار على تسمية أنيس البوسعايجي ومنتصر لوحيش، هل هو قرار صائب أم لا، والتايمينغ نتاعو صحيح أم خاطئ؟ على حسب ما عشنا اللي عشنا الظروف نتاع مشاركتنا خاصة الأجواء اللي عايشين فيها والمقابلات القريبة الجاية والزادة كيف كيف الأسامبلي جنرال اللي باش تعمل نتاع المكتب الجماعي يعني نشوف فيها ما تستدعاش باش تاخذ قرار لتعيين أي مدرب، لأن تعيين مدرب راجع على تقييم وراجع على رؤية وشنو اللي يلزمك في أربع بالك قيموا في 24 ساعة سي يوسف كنت عندهم سرعة البديهة المرة هذه وقيموا كوم الفو حطوا مستحيل لا مستحيل لا مستحيل ما يجيش هذايا ما فهمتش أنا هالسرعة لواه شنو الإضافة. طيب احنا راهو ما نتكلموش على ليه الأشخاص ليه ربي يوفقهم وربي يعينهم ما يفهموناش غلط الناس راهو باش يشد منتخب وبعد كريز موش اللي يجي وش اللي يجي هو باش تحط انت دي كريتير الامتصاص الغضب نتاع الشارع الرياضي على الاقل بالعكس زدت هيشت انا في رضي زدت هيشت لان شوف انا اعطيتنا صوره واعطيتنا تفكيرك اللي ما عندك حتى رؤيه مع احتراماتي فما شي رؤيه شنو المعنى دي ديزيني معناها دو واحد تاع ساعه كان في ستاف والاخر جبته من البر شنو هو المعنى شنو الكريتير يا اخي مدرب تاع منتخب نجيبوها كيكو لنا راهو منتخب اللي احنا شفنا وقت اللي طلعنا معنا خرجنا من الدور الاول ش حسينا الكل مهذب ولا لا وجيعه كبيره وجيعه كبيره لان المنتخب كل تونسي يهم المنتخب طبعا كل تونسي واكبر دليل كيفاش عشنا معنا الخروج نتاعنا. طيب هذوما كي انت تاخذ قرار بالسرعه هذيه شنو المطلوب علاش خذيتوا هالقرار راهو مدرب منتخب وشنو هو المهام تاعو انت ساعه لازم تخرج شنو هو الكريتير للمنتخب للمدرب اللي باش يجي باش تطلع من الوضع هذا لكنهم مؤقتا يا سي يوسف قال ولا مؤقت هو بالعكس المؤقت هو اللي خايب خاطر المؤقت شنو هو تي فاجيري كريز ولا لا يلزم تكون عنده القدره باش يعمل الكريز فما حاجات هما راو لي سيليكسيونور موش انترونور موش انترونور دو كلوب راو بعيد ياسر يفكروا اللي كونوا احنا باش نتكلموا ما يجيش ليه لونترونور دو كلوب وحده وسيليكسيونور وحده معناها منصلو حيش ما نجمش يكون في الاطار الفني تاع المنتخب لا ما عندوش الكريتير تاع سيليكسيونور موش معناها ما عندوش لا هو لا 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 هو لاعب سابق انيس لاعب دولي سابق وعاش برشا المنتخب مش اي لاعب ولد الاداره الفنيه تو اي لاعب يولي انترونور انا نقول لك راه المدرب ماهوش سيليكسيونور بالنسبه لي انا فما وي كريتير باش يكون مدرب يكون سيليكسيونور ثمان كريتير انا عطيهم الكريتير انا سجلتهم راهو سجلتهم من وقتاش سجلتهم من 2013 اعطينا خويا الكريتير نتاع المدرب الاول للمنتخب شنو توفر فيه الشروط اللي توفر فيه الشروط السيليكسيونور ساعه ما يكونش كيما المدرب هذا علاش على خاطر هو لازم يكون ان سبيسياليست باش يجمع لان المدرب نتاع كلوب نعرفوا احنا يوميا عنده الوقت ويتكلم ويحضر ويعمل هالونترونور لو سيليكسيونور لا يجيب ويجمعهم ويستعملهم مش كيف هذا من ناحيه يكون سبيسياليست في هذا سبيسياليست نظن هذوما ما عندهمش هذا الكريتير تاعهم انا هذوما كان عندهم ما عندهمش الكريتير الثاني ونتفاعلوا مع بعضنا كل امين وطارق وسي عبد الباقي وسي فريد حاجه اخرى ان فان استراتيج معناه لازم يكون عنده استراتيج
شنو هي الخبره؟ شنو هي الخبره؟ شنو هي الخبره؟ واش انا نقول؟ مش انا مش في شخص مش نحكيو على الاشخاص، نحكيو على المدرب. مازالوا كيدخلوا في الميدان فان استراتيج، اعطيني عمره في في التمارين، اعطيني عمره في التمارين، اعطيني عمره نتاعهم في التمارين. مش تحب تنجح انت في سيليكسيونور، اعطيني عمره في التمارين. ان بون ديسيدور، انا في قراراته فيش شوا دي جوار وفي البلان دو جو لازمك تخدم برشا شو يكون عندك هذايا، لازمك تخدم وتهبط وتثني الركبه وتطيح وتقوم. بعدش لازم تكون ان بون كومونيكاتور، عنده التواصل، يعرف من سرق في الكوميونيكاسيون. انا نقول ان بون كومونيكاتور موجود في التلفزيون عنده مده، اتطور على مستوى الاتصال. اسمعني اسمعني، اتصال مش مع ما 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 في مش في في الواحد في وسائل الاعلام، مع الملاعبيه. اه اوكي، مع الملاعبيه ومع المحيطين زاده. المحيط شنو نقول؟ يقول لك فيه راني ما نظلم حد. لا 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 لا، انا نحكي لك مهم جدا بالعكس، ويكون قدوه. أنا عنده تاريخ كان مدرب، مش كلاعب، كان مدرب. راهو سيليكسيونور، السيليكسيونور الزبده نتاع ممرن، صحيح ولا لا؟ مش الزبده الافضل، الافضل بون. يزم يكون ان بون مناجر دو جروب، يعرف يسجل الجروب، وهذا كما قلت لك يثني الركبه ويعرف يسجل الجروب. الجروب مش جروب نتاع مش جروب نتاع كلوب. نحكيو على منتخب. منتخب هاو جايك منا، هاو جايك منا، هاو جايك منا. عندك كان جوار عنده ثمانية ويت ويت كوب دافريك، فعندك جوار عمل تروا كوب دي موند، عندك جوار يلعب في 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 المانيا، عندك جوار يلعب في في لانجلتير. ها بابا، هذا لازم يكون ان بون بيداغوغ. بيداغوغ هاي يكون بيداغوغ، مش بشتريني واحد طلع مازال كيطلع من الجينيور وحط ساقه في في الاكيب سينيور، ولا باش تلعب شامبيونا نتاع 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 نتاعنا احنا. ويزم يكون ان باتيسور. شنو هو ان باتيسور؟ معناه يعرف ينشا، يبني يبني. والاخرانيه اللي هي فيها وعليها لكن فيها برشا شيء زاده، يكون ان تكنيسيان وان تكتيسيان، ما عنده ولا كومبيتونس اي لاكسبيريونس. كومبيتونس اي لاكسبيريونس. الثمانيه شروط هذم اللي حكيتهم انت لازم يتوفروا. انيس بوسعادي ومنصلو حيش